الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اتبع طريقته واستنى بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي الضعيفة بتقوى الله، وأحضكم وإياي على طاعته وعدم مخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. أيها المسلمون، نتحدث وإياكم في هذه الجمعة المباركة عن موضوع من الأهمية بمكان، داء خطير ومرض مستطير، قد تحدثنا عنه في جمع كثيرة في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، ولكن لعل في الإعادة إفادة إن شاء الله. هذا الداء الخطير والمرض المستطير، هذا المرض يصيب الكبار والصغار، يصيب الرجال والنساء، يصيب العالم والمتعلم، يصيب الغني والفقير. بسبب هذا المرض انقطعت العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية، هذا المرض قد يؤدي إلى أن يقتل الأخ أخاه أو أن يوقع به أضرارا شنيعة. هذا المرض هو مرض العصر، وخصوصا في هذه البلاد. إنه داء الحسد يا عباد الله، مرض من الأمراض القلبية الذي ابتلينا به في هذا الزمان، وابتلي به المسلمون في أماكن كثيرة. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو محرم، وهو من صفات المنافقين والكافرين وضعفاء الإيمان. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته هذا الداء، فيقول جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول جل وعلا: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ويقول جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أيها المسلمون، الناظر إلى قصة يوسف عليه السلام ليجد العجب العجاب. إن مناط هذه السورة على الحسد وأثره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فحاول إخوة يوسف قتل أخيهم بسبب الحسد وبسبب تفضيل الأب له ولأخيه عليهم. ما الذي حمل يهودا على رفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حمل قريش على الاستكبار ورفض الرسالة المحمدية؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والناظر إلى
قصة ابني آدم، ليجدوا أن قابيل لم تهدأ نفسه ولم ترتح فرائصه حتى وجد أخاه جثة هامدة لحسده له. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآيات الكريمات في سورة المائدة. ويقول السلف رحمهم الله: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فهو أول ذنب عصي الله به في السماء حيث رفض إبليس السجود لآدم، حسد، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو أول ذنب عصي الله فيه في الأرض حيث قتل قابيل أخاه هابيل بسبب الحسد. ولقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاستعاذة به من شر الحسد، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والناظر إلى السنة النبوية لا يجد الأحاديث الكثيرة الناهية عن الحسد. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. وفي حديث أبي هريرة أيضا وهو عند أبي داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي الحديث الذي رواه النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. واعلموا رحمكم الله تعالى أن اليهود يحسدوننا على القبلة والاتجاه إليها وعلى صلاة الجمعة وعلى قول آمين خلف الإمام كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. واعلموا رحمكم الله أن الحاسد يعتبر ساخطا على قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض. ولذلك روي عن الله أنه يقول: الحاسد عدو نعمتي متسخط على قضائي غير راض بقسمتي بين عبادي. فالناس متفاوتون في الأرزاق وفي الأولاد وفي الجبال وفي المال وفي غير ذلك من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده، حتى أن الله جل وعلا قد فضل الأنبياء بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ويقول إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد فقد صيرني إلى هذه الحال. ويقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد فإن رضاه في زوال نعمتي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وهناك فرق بين الحسد والغبطة يا عباد الله، فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، أما الغبطة فهي أن تتمنى مثل نعمة أخيك من غير أن تتمنى زوالها. وتحمد المنافسات في أعمال الخير وفي الطاعات وفي طلب العلم والإكثار من الخير والتبكير إلى المساجد وفي غيرها، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، وفي رواية: فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله مالا فهو ورثه، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل به أو يعلمه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الألباني في الحديث الذي قواه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. والشاعر يقول: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ويقول الشاعر الآخر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.
ويقول العرب الحسود لا يسود، وليعلم كل واحد منا أن الحسد باقي حتى قيامي، حتى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما ورد في الحديث. ما الذي فرق الأمة يا عباد الله شيعا وأحزابا؟ ما الذي أظهر الخلاف بين المسلمين؟ ما الذي سلط علينا الأعداء؟ إنه داء الحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليكن شعارنا ما ذكره السلف الأخيار من المهاجرين والأنصار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريال حنو بين ما تكور الني تمكي دقيقة ذي وقدم بيي حنو كاسي وحنو أمدي بابيي تذكي كلفوقيي قرابذي إهلكي يتشاركي على قدو ذي يحرير كوذي ملحون كتوري وحنون أبهاني لقاها الله إن أسبابتي سلقا شاكيه إلا الدويه محايا لي مجتمع هذه يتشير مجتمع ولبا إله سبحانه وتعالى إلا ذا يقلي مركا مجتمع إلا أنتو أغاني إلا ذا كبضا أو يسكد ديه إلا ذا وحكا قبطه وحنون كاتشرا وحكا الدويه وح الله لي وحمد ذا وحكا مجرا حنون كانوا شاكني وحنون قلبي كردعه قف كحنون كاقبا ويهاي قف عقل قيسو قف ما قابا قف مسكح ذي سواي ليدته قف أخلاق ذي سوايادي أضحنت هاي قف دينتي سي إيمان كيسو ضعيف هاي حنون كاسي وحسد كويا حسد كويا قف كنو تمنيه إن الله سبحانه وتعالى نمع غير كيوسيي إنه الله كزوليه آد بينه وهذا اللي موضوعه وحرام ويا وحصفوية هاي مرافقين تا يقالضة يدد كيمان كوذو والضعيف كي هاي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة انت السوء يضود أيوك قهض لي حسد كيان لإسكيل عليه وإنه وقف في لانتا هاي ومن شر حاسد إذا حسد إلهي سبحانه وتعالى أمرين لقام ما قاله قف كحاسد كي حسد كولي ماد نبي صلوات الله وسلامه عليه انت سوء حديث أبو إنه عيضا حفظ سي شيئا مينه وإنه وذكرنا إنه أحاديث تلفت الكوذ وين يرد الاستاغي الناون نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث سوى ورنتا كشيخ وحكم إذا إنه جيلي نبي حديث الصحيحين كقصقنا حديث أبو هريرة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يسحاسدنا حسن نبعاننا حديث فيك لوحو شيخ نبي اسكيل علي أبو الحسدك ويقفك بالآذك حسنات كيس أو دم أي حسدك وعنية سيدا ضبك وحابضه وعنوك له نبي صلوات الله وسلامه عليه isagoo madiina saxaabadu ay fadhido ayuu yiri waxa idin soo galayaan in ahlu jannaa ayaa albaabka ka soo galaya nin baa soo galay reer ansaara maalin laba adiba hadana yiri nin baa halka ka soo galaya ahlu jannaa ninkii isla ninkii uu noqday hadana maalin saddexaad buu nabigu kaleey salaatu wasalaam nin baa halka ka soo galaya isla ninkii uu noqday saddex isho isku xiga markuu isla ninkii noqday ku nabigu u ballan qaaday inuu ahlu jannaa yahay saxaabigii loo oran jiray abdullah ibn amr ibn al-aas ayaa yidhi bal han dadaalo han soo ogaada ninkan bal dadaalkan heerkaa gaarsiiyey ee uu nebigu isagoo adduunyada la joogo uu jannadii ugu ballan qaaday bal camalkiisa han soo eego wuxuu ku yidhi khilaaf baa xaafadayga haysta ee bal ma kula joogi karaa dabeetan saddex cisho ayuu la deganaa saddexdaa cisho baahimay haynin laakiin wuxuu eegayey uu muraaqaba ku samaynayey uu hoosta ka eegayey saxaabigan bal yacni wuxuu jannada asbaabihii jannada keentay inuu galo saddexdii cisho markuu eegay cibaado fara badan ba uu waayey صلاة الليل بدن بواي صوم بواي صلاة عادي جاية وح نورمال كاي بن آدم كده سمع يوم بارك ما نصدق حد يبوا كل وانا بابا حيا لبعض إذا أكون شيء جينا حبك ما يشران لكن وحنش على يستين نبي قال صدق عشوا يسكو حيا شيء جينا ذهل وشنا تهاي وحنش على يستين أنا وجاذو بالمحا يعني أنت محات كوكش كوكو متيسط وحلو أنا عبادة إذا واسك ضعيف وهذا جارك يا وعبادو وين السمع يا مشرتو لكن الدين لقيت جوايو لا أجد في نفسي حقدا ولا غشا على أحد من المسلمين وحكليان سلاي هاي واد لا ضاي وحويان حسد يحمان يخيامه قف مسلمين أول جي مارت هبين كم عسكر سحضاني كون دبعته يحمان عدنا أنا هينين طب تنا عبد الله بن عمرو بن العاص بقول كويلي تاسي وات كنا ذاك وجيسي لك وقول بلن قاعدين كنا ذاك شو أنا ولا وات أنا كري كريم وات أنا وأنا كري كريم ولا ليال نبي يوسف عليه الصلاة والسلام وهو جيدين حسد كل جسمه أي ولا الذي هذا ما ينودله أما ينعيل كل ردنه wax kalena may hayne waxay ka xumaadeen aabihii oo sagii walaalkiisa isku baahad ahaayeen soo dhaweysanaya iyagoo 19 iyo inta kale qaabiil iyo habiil sheekadooda waa la socotaan
قابل قربانكي مركي ليلة ما قربان لك عليا وحنا في لمو كانين هابيل قربان ولا أقسم بكانة إلهي قابل هابيل قربانكي سياق بلي وحكح مع ذي وحاسي ذي وارنت أقبلي وياي هابيل طب ترى وكيس كدين ودلي وكيد دلي شيء كذا والله سبحانه سورة المائدة وإلهي سبحانه وتعالى وكل شيء كل المفسرين تنا هذه شهر مارتوين وصف دينا وين وكده جيسنا حسد كوادم بيجوه ري إلهي لقو عاصي لا عرك واكي إبليس تيدين وسكيود آدم عليه السلام وادم بيجوه ري حسد درتي وادم بيجوه ري روك لقو قلوه أو لبضع ولا لي وكويس حاسي ذي دي جوه ري وكقب مي حسد كوا حنون آدي أذوي نبي صلى الله وسلامه عليه وحول قفك بلي آدم كان لابتي سكوما وذا كل مكران إيمان يلا كعبسي يحسد أداج أركتي ذا نضف حاسي ذا تهاي وقفر بكحن واحد وقعت قلب جاجا إيمان كبشره يهود إسلام كحاسي ذي سي قبل هذا سينو تكلني حاسي ذي يعني. وهو حاسي ذا آمين تاسون إيمان كذب الله ينهاي وصلاة داش معين وسيدا قروح ذا بضل يسقوه مرة ينهاي حاسي ذا نكحنيه وكد علي شيطان كونه جزيرة العرب لقع عابده ولكن في التحريش بينهم تذك اسكو ديركو ذا يحسدين وكد حب وراء سيدي مفسرين شاكين علماء ذو أيو لي مادا تذك ويس حاسي ذا يان تذك إلهي موسي من إلهي سبحانه وتعالى تذك وكلا فضلي تذك ويكلا نمعوين فر بذيين ويكلا حول بذيين ويكلا قناعس بذيين تذك ويكلا نمعق ريا دي تهيين نمعر هاشين دي تهيين ويكلا بذيين تذك نمعذا ولدك يزوجك ويكلا بذيين تذك نمعذا أمني قي استقرارك اسكوميد كماها نمعذا الشقضة تذك اسكوميد كماها نمعذا أقونتا تذك اسكوميد كماها إله سبحانه وتعالى تذك وكلا فضلي ولذلك إله سبحانه وتعالى وحلق السوري إنه ليه هاي الحاسد عدو نعمتي حاسدك نمعذا إذا عذو بكي هاي متسخط على قضائي أمر كان قرينا وكغير قيلنا يودي دي غير راض بقسمتي بين عبادي من أقلع قيب تنان قيبي أنت تكوك لقيبي مرك وقفك بن آدك يقفك لحاسده معنى إذا وحي تهي إلهي وقفك لأرتر وما قلميه محاد أولاد إنتهى اللي قصيصي نمعظن وما قلميه محاد دقالاه إنتهى اللي قصيصي نمعظن وما قلميه محاد يعني منزلده أما تشقضه أما شقضه أما قروحه محاد وحاوسيس وقف إلهي سبحانه وتعالى مرن إيه قال يدي باتك ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن تاوحا كسور كيدا تغيبت الله يقانه وإن أتمني سيدنا معذا إلهي ولا الكاسية وكلام الله ماذا لكن أنا أتمنين إن إلهي سبحانه وتعالى وقفك كزولي إن معذا تاسوارهم فصحوا له قولي هاي تكلا إن تتكو إسبار برع لسبار برعارو وقف والباء ما ركتي ترتنكو ومن له قولي يدو وقفك إنه ترتمو وهو حويان وخيرك يا علمي قبر شريسة يا عباداتك يا طاعاتك يا قرآن كيف سكر بالخاتم تايو حالة سلاة الليل متوكة تايو سنين دي خميس تمصون تايو وحيالها تتكوين كتر تمان أردت أسوى مهم نبي يقول حشيك صلوات الله وسلامه عليه لم حسد كل بار رموضه بصوق الله قف إلهي سبحانه وتعالى حول السيي وحولها صدقك بحنية يقف إلهي سبحانه وتعالى علمي سيي وعلمي قا يصقل لكو عمل فرية ضدكنا برية أما وشيقية وكان النبي يقول نوشه جاي إن نمعذ بقفك بلادك وقرصده محايا النبي يقول عليه الصلاة والسلام قف إلى هيدا معسية ودمواه ولا حاسية مركات بسنس كاجي هوش هذا تخشى كيسه ود مخايضة أنت تفريسه توات كجور رمته وحويا إشي حاسد كذو يرنسا مركات بلان كاجا هي سفر كاجا هي صعد كاجا هي سود دقة كاجا هي جور كاجا هي هولها قاصرنا تكور رمته تذكر وقت كان حاضر كوا وقت هين ويسوقوا فارم بعض أرساق الله يسوقوا فانية أولاد الله يسوقوا فانية نمعوين كافر بدن إلى هاي نسية استعينوا اسكو كعاوية اسكو عاوية إلى ذل يعني نمعوين كقر قرسان تقرن كرسان تو نبي يقولي أي أمر كان نبي قال لدي ذي طب هذا تكوي يسوق يجا يسوق فانية أو يجا ما رأت خوف في البوشة يجا يالك الله سفر يو يجوريها على السنة يو يبهرها على يبس ذي يعيلش على قد حقتي يوحي لهم إذا تاسي وحي كان يسح حسد كي إشي يسويني في ربضته ولذلك هو حلق سووريه نين هذا قلبي حن أي صاحب بولها صاحب كيس عسير نين أرساقت فر بدن بولها أها قيل بدني يعني بدني لا بدن حول بدن بإلهي سي طب ترى نين حست كلقوية قانو ضدك إلهية وإيش هي سبحان تهاي أي سوك أي كود بالكالح ما كسرت صياعي وحدوني يعني وإيش كله فتوى طب ترى مارت حولها سي وكبابه طب ترى بور بو صاري وحكويني وادي جام أركي سايلاية بور تا دم به وح حول التحن هبل بايس كله نين كوا حاسي ذي أنا نظر كيسه ضعيف وهاي وصيف عنه حبوا مارك كريم وحلو وحن كويدي هبلو ما وحاسه حلو ولا شيء أنا مبارك يه وحاسه حلو إلا يبورتها
ayaad xoolaha taxan aad arkaysaa isagii buu markaa ishii ku ridayo isagii baan dhabeelay kii doonayay in la xaasido ka kale ayuu isagii ku cawriyey aragtidii iyo ishii iyo xoolaha fog ee warkayo walidaalika markaa carabtu maxay tiri lilaahi daru lxasadi maa acdalah badaa bisaaxibihi faqatalah yaa badana xasadku cadaalad badanaana saaxiibkiisii xasadka la yimid ayuu ku bilowbay u dilay ninkaasina waa kii dhabeelay marka in qofka bini'aadamka uu hawlihiisa hoos u qarsado ayaa aad iyo aad muhiim u ah xasadkuna waa mid weligiiba sii jiraya ilaa iyo qiyaam saaca ilaa iyo inta nebi ciise calayhi salaam uu soo degayo xasadkaasi arrin sii jiraysa weeyaan in lays ilaaliyo walaalayaal weeyaan xasadkii aad buu inoogu farabatay ummaddan aad buu ugu farabatay dadkii waxbay suma quudhayaan dadkii waxbay suma ogola labadii walaalaa baad arkaysaa toban sano wada hadlin iyagoo xasad dartii waan wada hadlin dadkii ganacsiga ku jira waa kuwa ugu daran isma arki karayaan kambaniyada waaweyn kambani kambani ma arki karo kambani kambani koob shaaha ma shubi karo waa la kala wada xun yahay waa lays wada xaasidayaa waa lays wada cunayaa musiibo aad iyo aad iyo aad u fara badan baa ganacsiga ka taagan labadan inay dukaanka yar ee isku xiga wada jooga ee biyo keliya wada isticmaalee leer keliya u wada shidmo ayaan is arki karayn marka xasadku inta badan wuxuu ku bataa dadka isku sancadda ah dadka isku businesska ah ee wax soo wada waarida ama wax wada keena ama layr ha noqdo ama biyo ha noqdaan ama telecommunication ha noqoto ama xawaalad ha noqoto waxay doonto ha noqoto dadka isku sancadda ah dadkaasi sidaan la og yahay isma ogolaa dadka meel ka wada shaqeeya ilaa man raxim allah arrimahani istithnaa'aat bay leeday oo innagu caam 100% ma lihin dadka isku wadiifadii inta badan isma ogola dadka guryaha isla jaarka ah ee isku xiga inta badan isma ogola oo intaa dhibaato iyo xasad baa ka taagan dadka dukaanaha saynu sheegnay iyo businesska isku xiga laftarkiisu dad is-ogol ma aha dadka da ahaan isu dhow ama saaxiibka ee wada socdaa ilaa man raxim allah isma ogola xasadka inaanu iska ilaalino weeyaan mujtamacii gebigiisii buu baabiyey waanu hadheeyey cid ka badbaadayna ma jirto culammadii baa qayb badan is-ogolayn dadkii diinta sheegaya ducaadda ahaa baan badan is-ogolayn wasiiradii baan is-ogolayn xildhibaanadii baan is-ogolayn intuba ilaa man raxim allah baynu ku daraynaa arrin caama oo boqolkiiba boqol maaha laakiin waxaan sheegayaa mujtamacii walaalayaal waddalkan aynu degannahay iyo dalal badan oo islaam oo nala jaara ummaddii waxbay isuma ogola jaamacadu ka daran jaamaco jaamacad ogoli ma jirto yacnii business walba dadkii ku wada jiray ama hawl walba dadkii ku wada jiray isma ogola ama mid ha laga dulmanaado wax ha tabto ama ka kale dulmiga ha la yimaado mujtamacii wuxuu noqday mujtamac salaadii wada tukanaya taxsabuhum jamiican oo quluubuhum shatta laakiin aan isogolayn siyaasiyiintu ka daran axsaabtu ka daran kuwii isku xisbi ahaa isma arki karaan in horeyan dambe kuwii kale xisbi ahaa isma arki karaan oo dee kale xisbiya kale mabda bay yihiin ummaddu goormay ummad keliya wada noqonaysaa ummaddu goormay gacanta isqabsanaysaa ummaddu goormay meel kasoo wada jeesanaysaa ummaddu goormay isu handhaynaysaa waxa ilaahay subxaanahu watacaala qof walba siiyey haddaad u fiirsato qofka waxaa sidaya waxaad ogaataa haddaad naftaada u eegto nimcooyin fara badan uu ilaahay ku siiyey baana dad badan aan haysan nimcooyin fara badan uu ilaahay ku siiyey ayaanu ilahay subxaana ayaanu dad badan aan haysan kaa aad ka xaasidaysid cillad kale waxaa laga yaabaa in toban cudur uu maalintii toban kiniina u liqo adiguna waxaa dhici karta inaada madax xanuunkaana dawo u liqin ilaa intuu qofku ogaanayo nimcaddaa uu siiyey ayaa kaka fara badan taa dadka kale uu siiyey wax allaali wax agaaga yaa ma jiraan beledkeena wuxuu noqonayaa beledulxaasid raxmadii baa ka tegaysaa duco aqbalkii baa ka tegayaa abaarihii baa ku badanayaa risqii baa ku yaraanayo cidhiiri gelayaa ilaahay subxaana watacaala walaaya alla inuusan wada noqonno in badan oo inaga mida xanuunkaasi wuu hayaa war qofkii xanuunkaasi ku dhacayo ilaahay subxaana watacaala toobad weydiiso oo ilaahay subxaana watacaala ka cabso oo ummadda iyo businesskooda iska dhaaf oo taadii baa ku cuslaysay ee taada ka shaqee oo reerkaa adugu naftaada wax u qabo oo wax qabso oo shaqayso oo waxbaro oo aqoontaada kordhiso oo reerkaagii ehelkaagana ilaahay baa ku weydiinayee xijaabkooda iyo noloshooda iyo raashin keliya maaha awlaada tarbiyadda awlaada iyo reerkuye hawlaha lagaaga baahan yahay oo dhan la kaalay ta kale sida qofka banaadankii khalqiga sharkooda isaga ilaaliyo waa inuu tawakul la yimaadaa kow ilaahay subxana wa tacala qalbigiisa ku xidho adkaarta maalintii iyo habeenkii qofku inuu isticmaalo waysada qofka banaadankii inuu had iyo jeer ilaaliyo sadaqadii iyo ixsaanka qofku inuu badiyo qofkii oo xasad ku socdo ayaan haddaan jeebadiisa gacanta gelinayno kun shilin maskiinkaa masaajidka hortiisa taagan aan siinayn maxaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa qofkaa ama bani aadamka uu ku badbaadinaya qur-aanka akhriskiisa ha la badsado suuratul baqara si gaara guriga ha lagu akhriyo oo dadku ha akhristaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ha usoo noqdaan nimcooyinkana la isugu faanayo ee lasoo bandhigaya dabadda lasoo dhigayana
إلهي سبحانه وتعالى لا قاعد بصده ونمعوين كه هلا قريه أنتي اللي قرين كريه. لا تدخلوا من باب واحد تدخلوا من باب متفرقة. يعقوب عليه السلام وكنا مدي سيري ما لك سو إذا قلنا نالك القديسين كسو يعني كسو قلا تاسوارن إلهي سبحانه وتعالى حسد كاي حمانتها قلوبتنا إلهي سبحانه وتعالى كا نظيفيه سيدون لا يبشوا سقالي لا بطبي بانت تهاي لا بعشا كارسن سنة كي ميلادي جاها أنتوا بلاو مي إنه قد سنة كا وين أجن هاي ما نسأل بريت قرين كرنو كم احتفالي كرنو كم نتهني ذين كرنو تدك كوي احتفالية كما لا أقول أي كرنو دلك هذا قلبيت كمرك اللي تشوقي علماء وخطبة آخرة أيام ما أنت هسيك شيء كين شرينو تدك كم يشيل دك قلبي ورين شرين سكاي العليه أول ببدي نسك صوحد هو هون تهني ذين هون تهينا لكن وحيان دراء إن دلك إسلام كاها للي هي حفلة دلك دكتها ودي مك دلك رين تشوقنو لشيء جاي نتد بدني ودي أرجعوا بيان أطيع رتاس حقيقة هاي إني حفلة ذه صوصة يكو جوري لغو قمان أيوه إيه ماله ودلاه وقار لغو قمان أيوه إني يشيري كرام أنت وين كنت جينا وحنا إلهي سبحانه وتعالى لقى عبصده أنت هسي ما بنانا لأنه ما نقول إلهي سبحانه وتعالى منكم عباد الرحمن سورة الفرقان كل شيء كينا يي والذين لا يشهدون الزور بويلي إلهي سبحانه وتعالى مفسرين تمك أنتها مفسرين توفرني يعني مركو أنت على فسر أيوه عمر الخطاب يب مجاهد يرقد صحابة يتابعين تيبوا حيكون شيء جان زور كاسي وحويان حضور وعياد المشركين إن لإن دبال دقة قالها لو دبال دقو إن لقى قيب قاله أو تدكوا أي مت كنقطان أرين تحصيل إنه سكيل على نويان النبي يقول عليه الصلاة والسلام ده حديث فربضهم بينو شيء من تشبه بقوم فهو منهم وفي تد سلام إسلام الدقيقية وكمن قرية لا تتبعون سنة ما كان قبلكم حد ساود بس عطانا راد كي وراعي سان تد كذي كهر رجيه أيادنا ترى ملا مس عجلة ذي ملا سوحي الله سهيج قلام بيدو كده بقى ليسان بمعنى يعني تشبه بصمين إنسان وواي سكدة إنسان يجوا كمن نقطان إلهي سبحانه وتعالى الله قاعد بصده قلوين كهودي الله يسكله إلهي جل وعلا كعب صدان وحفلة دقارة وصلت كميلادي جاي لما كنا يستديو تبندت كودبال دقية أدات ككر يسوع ما أدهلو شو أتصي يسوع واحد وقعد يدب بجوه ندوب كسرني واحد الله يوحي معسيك دعوين هذيك كركها كسرنتهاي إنما ذا أيها بلها أي حارنت كو دانس أيه سكو أرك أيه كو كل مينا إلهي سبحانه وتعالى هذيك كو حمبارت هذيك لو صار أيه وكركها كلا صار أيه يجن له كل حساب تمية هذيك إلهي سبحانه وتعالى وكل وكاغل حساب تمية وهي وزارة أوقافتي دين تكلية حبق ما كم يسوع هي ترى معروف إنها على المكر كلية حبق ما يسوع وإذا ذي علبة ذي تذكى دين تنقلنا حيانا كلية حبق ما كريم أيان أدار مجتمع يان مجتمع كلية وظن قن أو وظ شقية وحمانتنا دين عقسة وذا كيستة وأنا جاية ورالتين ماذا دين عقسة وذا كيستة إن شاء الله تعالى صلاة وانت بكر دماته وعندك عصنا إنه رياض مهمة إن شاء الله اللي نوشي جاية إن لمسة تتقيق ذي الله يدرتي أن نوصل برنامج إن شاء الله إذا كعصرنا ألا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المزداة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين كانوا يقولون الحق وبه يعدلون ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وعن أهل الشجرة وعنا معهم بمنك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.